بكم من جديد. الموضوع اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي هو فضيحة حكومية بامتياز. مش عاوز اقول ان محاولة لضرب واجهاض اغلى ما قامت به ثورة 25 يناير لتحقيقه هو العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. كرامة الانسان المصري اللي لسه لغاية النهاردة بيتهان وبيضيع حقه في مسكن انساني وحياة كريمة وبيئة صحية والخروج من جحيم العشوائيات. والحكاية ان مؤسسة معنى لتطوير العشوائيات فوجئت بتعنت اجهزة في الدولة وتراجعها عن تسليم ارض كانت خصصت في محافظة القاهرة للمؤسسة لانشاء 3000 وحدة سكنية. والتخصيص اللي تم في عهد الدكتور كمال الجنزوري توقف بدون اسباب في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل. وفوجئت المؤسسة اللي كانت بدأت في اجراءات التوثيق بعراقيل بيروقراطية رغم انها حصلت على تبرعات اكثر من 90 مليون جنيه لبناء مدن بديلة لاسكان سكان العشوائيات. النهارده معانا الفنان الكبير محمد صبحي رئيس مؤسسة معنى لتطوير العشوائيات، والاستاذ نياز السلام نائب رئيس مجلس الامناء ورئيس بنك الطعام، والاستاذ ايمن اسماعيل المدير التنفيذي. اهلا بحضراتكم. استاذ صبحي، ايه اللي حصل وهل الازمه في عدم وجود محافظ للقاهره بعد تعيين الدكتور عبد القوي خليفه وزير للمرافق؟ اولا بس انا عايز اعمل تلخيص سريع. اتفضل يا فندم. المشروع انا بعد شهر بالظبط من الثوره او بالتحديد بعد شهر بالظبط من التنحي، انا سالت نفسي ايه دوري كفنان. انا دوري كفنان اشتغل فن، ولكن كمواطن مصري لقيت ان اول هدف من اهداف الثوره هو العداله الاجتماعيه زي ما انت قلت. وشايف انا من قبلها، يمكن سجلت معاك حوارات 2010 و2008 و2007 عن موضوع العشوائيات، وان انا اتمنى اني اتفرغ لعمل مشروع قومي لانقاذ العشوائيات. اطلقت حمله في مايو 2011 في جامعة اسكندرية اللي سميتها حملة المليار، وقلنا ازاي نجمع مليار من المصريين، ويعني حتى يمكن استأذنت الاخوة العرب اخواتنا انهم يأجلوا تبرعاتهم لغاية لما نقول ان احنا كمصريين استطعنا ان نجمع المليار لاول مرة عشان نمحو سبة حقيقية في المجتمع المصري. يمكن انت من خلال عملك من خلال 3 سنين انا تابعتهم وكنا على اتصال ببعض، وتقابلنا مع اخير الناس علشان يعملوا مؤسسة معن زي الاستاذ نيازي والاستاذ ايمن وناس كتير في مجلس الامناء، ومنهم كمان الفنانة حنان ترك. فقلنا ازاي نجمع المليار؟ فيمكن احنا ما عملناش دعاية زي اي مؤسسة من حقها تعمل دعاية، تكلف الدعاية بتكلف كتير، انت عارف القنوات الفضائية. اعتمدنا على ثقة الناس فينا، اعتمدنا ان ازاي المواطن بس نحفزه. يعني سافرت امريكا 14 ولاية، وسافرت اوروبا 4-5 دول، سافرت الشرق او البحرين. انا بقول ان احنا بالبق دعاية فمية، ثقة الناس فينا بتخليه يروح لغاية البنك ويتبرع في البنك المركزي بحساب المؤسسة. ما تتخيلش، احنا طبعا ممكن نقول ان 90 مليون رقم قليل قوي بالنسبة للمليار، ولكن 90 مليون من غير دعاية حقيقية، انا اعتقد ان احنا عملنا جهد في خلال من مايو لغايه لما المؤسسه اتكونت او اتاسست برخصتها، يعني في اعتقد اكتوبر 2011، ومن اكتوبر 2011 لغايه اكتوبر الجاي ده هيبقى لنا سنه. عملنا ايه؟ عملنا حاجات كتير جدا. حصل بروتوكول مع منظمه الغاثه الاسلاميه انها تنفذ اعمال في الـ5 مدن اللي هنعملها. انتوا شايفين دلوقتي الوزير المحافظ السابق عبد القوي خليفه، وانتوا بتدشنوا الارض وبتحطوا النصب التذكاري، والاستاذ نيال سلام هو بيحط بايده. يعني الارض فين؟ ما استلمتوهاش لغايه دلوقتي؟ لا، احنا اتخذت الارض واتعملت الرفع المساحي والتربه ومجسات التربه، وانتهت الرسومات نهائيا، وابتدا فرق العمل من المتطوعين علشان ينزلوا العشوائيات اللي هتتنقل بالتنسيق مع المحافظه. بس انا عايز اقوله ان احنا جمعنا حوالي بالبروتوكولات، بروتوكول مع منظمة الاغاثة الاسلامية 60 مليون ينفذوا بيها اعمال. الجالية المصرية في فرنسا هتبرع بـ5 مستشفيات في الـ5 مدن المفروض المؤسسة تعملهم. الجالية المصرية في المانيا هتبرع بـ5 مدارس، كل مدرسة ابتدائي واعدادي وثانوي في الـ5 مدن. اللي انا عايز اقوله ان احنا كنا بنقدم نموذج للمجتمع المدني. المليار ده لو جمعناه
احنا طبعا التبرعات توقفت لان في وعود كثيرة بتبرعات اكتر، بس لما كنا نبدأ اول بنا كان المفروض في شهر رمضان كنا هنبدأ نبني. بس اللي انا عايز اقوله ان المليار ده نموذج الدولة تحتاج على الاقل في اول طلعة كده زي ما بيقولوا 50 مليار جنيه علشان تقول انا بدأت مشروع العشوائي. واحنا عارفين الدولة امكانياتها حاليا متوزعة في 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 يعني في اتجاهات كثيرة جدا. فلما الدولة تقول انا ما اقدرش احل مشكلة العشوائيات مرة واحدة، فبنقول المجتمع المدني هو اللي هيعمل ده. انا كفنان انا لا مؤاخذه يعني سوري، انا مش متبرع بفلوس بس، انا متبرع بجهدي ووقتي. انا وقتي كفنان فلوس. انا هيجي في لحظه وهقول ستوب، يعني لان دي مؤسسه مش قايمه على فرد، مش قايمه على محمد صبحي، قايمه على خبرات كثيره جدا في العمل ده. فاللي انا بقوله ان احنا نقدر نجمع نكمل مليار، بس احنا كنا هنبدا في المدينه اللي هتتكلف 400 مليون لان عندنا عناصرها نقدر نبداها. فللاسف لما نفاجئ بعد فرحتنا ان احنا هنبدا في رمضان اول البنى، هذه المدينه هتكلم عليها بقى الاستاذ نيازي والاستاذ ايمن، يعني شيء مثالي، شيء مثالي لحياه كريمه. بتعذبنا لما بنشوف البرنامج بتاع واحد من الناس ونشوف العشوائيات ونلمسها. لا، احنا عاملين مدرسه على اعلى مستوى ومستشفى على اعلى مستوى ومنطقه حرفيه ونادي رياضي ومسرح وسينما. احنا بنعمل نموذج علشان الدوله تقلده. واحنا ما بنعملش برضه حجر، يعني الدولة بتعمل شقق عشان توزعها على العشوائيات، لا احنا عايزين نطور البني ادم اللي داخل العشوائيات. في 25 مليون بني ادم محتاجين نعمل له محو امية علمية ومحو امية دينية ومحو امية ثقافية ومحو امية سلوكية، وعايزين نعمل له اعادة تأهيل بشري. حاجات كتير قوي انا اعتقد الدولة ما تعملهاش. فما ينفعش احنا يعني نقوم بهذا الدور ويبقى الرد علينا يعني مثلا معالي الوزير احمد زكي عبديل، الحقيقه كان انا تابعته في حوارات كثيره وشفت ان هو عنده رؤيه مستقبليه هايله ودارس موضوع العشوائيات قوي كويس. وهو حصل حوار بيني وبينه الحقيقه على التليفون ومتحمس جدا. هو ما عرفش، ما عندوش فكره عن الارض اتسحبت، وقلت له ان الارض بعد ما استلمناها من محافظه القاهره اتسحبت. فانا كان في الحوار اللي هو قال يعني لما الفنان محمد صبحي او المؤسسه تلم المليار يبقوا يدونا الفلوس. انا شايف دي مش فلسفه صحيحه، لان احنا مش غاويين تعب. المدينه دي لما هتتعمل هتسلم للدوله مش هناخدها. وانا سالك سؤال، انا كمؤسسه اهليه ما نقدرش من فلوس التبرعات نشتري ارض؟ طبعا هشتري ارض ب 20 مليون ب 30 مليون ب 50 مليون من التبرعات وهتبني، تبقى ايه ملكنا؟ تبقى واقفه. ها؟ طب مش الدولة هي اللي تستفيد بالريع بتاعها وبإيراداتها علشان تسهل لنا أراضي أخرى نقدر نعملها؟ احنا عايزين نعمل في مصر وفي اسكندرية وفي بورسعيد وفي المنيا وفي السويس. أحلامنا كلها توقفت، لأن أنا مش متخيل أبداً نظام جديد قادم على مصر شايف عصر نهضة أو شايف مشروع نهضة، أنا مش متخيل إنه يبدأ بالنظافة ولا يبدأ بأي شيء. هي حاجتين، الأمن وجزء من الأمن. اهالينا دول اللي في العشوائيات 25 مليون الامن الاجتماعي قصدك؟ طبعا طبعا. انا مش متخيل دوله لا تهتم بهذا المشروع، لابد ان تقتحمه بسرعه. مهما حصل تنميه في مصر، التنميه دي هتتاكل، هتتاكل لان قيمه الفرد لا يساوي زيرو. احنا بقى عندنا 6 مليون بائع متجول بيبيع بضايع صينيه وبلاستيكات وكلام فارغ. هو ده دي إضافة الإنتاج؟ هو ده المواطن اللي هينتج في مصر؟ احنا مش مشكلتنا السواق، احنا مشكلتنا العربية. احنا بنبحث عن سائق جيد وما فكرناش ان العربية خربانة. استاذ نيازي، كلام الاستاذ محمد يمكن فتح الجرح، وانا حاسس بالمرارة اللي هو يعني بيتكلم بيها، وعنده حق، لان انا حاسس وعارف يعني الامور. انت كنت معانا في المشروع، انا معاكم وحاسس بيكم وانا عارف الموضوع، لكن أنا عايز توصف لي اللي حصل. أنت رجل خبير، أنت رئيس بنك الطعام، ولك يعني خبرة في التعامل مع البيروقراطية الحكومية منذ أقدم الأزل في مصر. يعني توصيفك للوضع اللي حصل مع مشروع العشوائيات إيه؟ وهل الدولة تراجعت عن دعمها للعشوائيات والفقراء؟ يعني هل الدولة النهاردة مش متجهة إن هي تصلح أوضاع الفقراء والمهمشين في مصر؟ ولا هم عايزين العشوائيات تبقى كما هي كده؟
والناس اللي فيها تعيش حياه لا ادميه. يعني وصف لي الحاله وقول لي الفلوس اللي موجوده اللي انتوا تم جمعها في المشروع، طب هتعملوا بيها ايه لحين بدء تنفيذ المشروع؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا اكيد هتلاقي، مش هقول مراره عندنا كلنا. احنا لما او تشرفت ان انا اكون واحد من اللي بيحاولوا يساعدوا في حل المشكله الرهيبه اللي كلنا عارفينها قد ايه وعارفين حجمها قد ايه، كنا بصراحه عندنا حلم وكنا متحمسين بشكل غير طبيعي. حجم الانجاز اللي تم في خلال الفتره دي من ساعه ما تم تاسيس المؤسسه او اشهار المؤسسه حجم غير عادي. اي واحد بني ادم بيفكر لو هو بيبني بيت صغير عشان ياخد المكان الموقع الرسومات التراخيص الكلام ده كله ممكن ياخد وقت قد اللي احنا اخدناه، فان احنا جاهزين المفروض ان احنا كنا الانجازات اللي احنا عملناها كان ممكن نبتدي من شهرين. عفوا حضرتك، سيادتك معانا ست الوزير احمد زكي عابدين وزير التنميه المحليه. مساء الخير سياده الوزير. اهلا مساء الخير يا استاذ عمرو. الله يخليك، الحمد لله. الحقيقه انا مش عارف سيادتك بتابع الفقره معانا ولا لا. معانا احنا معايا مشرفني هنا الفنان الكبير محمد صبحي والاستاذ سنية سلام والاستاذ ايمن اسماعيل. الاستاذ صبحي كان لسه بيتكلم بمنتهى الحزن والضيق والمراره. عرضنا لقطات من شويه لصور التقطناها من خلال برنامج 90 دقيقه ليه هو مع محافظ القاهره الاسبق الوزير الحالي عبد القوي خليفه، وهم بيدشنوا بيستلموا الارض اللي موجوده في القاهره عشان خاطر يبنوا عليها اول منطقه لحل مشاكل من المناطق العشوائيه، وبعدين فوجئ ان الارض تم ايقاف تسليمها ليهم بشكل غريب جدا جدا، ومن ثم المشروع كله توقف. عايز ليه توقف تسليم الارض ليهم؟ طيب استاذ محمد. يا استاذ محمد صبحي مساء الخير. يا استاذ مساء الخير يا معالي الوزير. انا لسه كنت بتكلم ان انا تابعت حضرتك في حوارك وحاسس انك انت واعي قوي هذه التجربه، ويمكن عايز اتكلم ابعد من كده، انت لك رؤيه حقيقه الامر لكسر الاطار. يعني احنا دايما ما عندناش افكار لكسر الاطار، احنا عندنا اطار وبنغير الصوره جوه. انت عندك فكر ابعد مما نتصور، ولكن ربنا يخليك. لا ده حقيقي، يعني انا تابعت. مين اللي بيتكلم؟ استاذ محمد صبحي. ايوه يا فندم. اصل انا مش قدام التلفزيون. انا متابع جيد لده، ولكن انا اندهشت لان الارض بعد ما استلمناها توقف في الوزاره الجديده وزاره الدكتور هشام قنديل ان اتقال لا دي هتخضع للدراسه وهنفكر. احنا ما بنعملش مدينه عشان ناخدها، احنا بنعمل مدينه عشان تستلمها المحافظه وهي اللي تديرها. يعني احنا انا الحقيقه مش عارف الارض فين يا استاذ محمد، لكن اعدك مدينه السلام ان انا اهتم جدا بالموضوع ده. مدينه السلام احنا بندور وبنتمنى ان 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 الجهود الشعبيه اللي انت بتمثل جزء كبير منها دلوقتي ان احنا تقوم تساعدنا، لان احنا ما عندناش فلوس. انا ايوه اذا كانت المشكله مشكله ارض صح، فانا اعدك ان انا هبذل كل جهد عشان احل هذه المشكلة. لا انا عايز اطلب من حضرتك بس حاجه. اتفضل. يعني اتمنى انه ليس موضوعا شخصيا لمؤسسه معا، ولكن انا اتمنى بما ان انت عندك فكر متطور وانا واثق منه، يا ريت حضرتك تعمل او تتبنى مشروع ان كل محافظه يتعرض لينا كمجتمع مدني 10 مناطق في كل محافظه، واللي يستطيع انه ينزل ويخلص المدينه ويسلمها للمحافظه هنقول له متشكرين. طب انا اعدك بذلك دلوقتي على الهواء، واول مناطق فيها موجوده في محافظه كفر الشيخ اللي انا كنت محافظ فيها وانا عارفها ومستعد اسلم لك مناطق فورا. تمام. طب عظيم. طيب لا طب والارض يا سياده الوزير اللي هي موجوده في القاهره واستاذ ايمن؟ انا مش عارفها. في السلام يعني. في السلام. فين يا استاذ ايمن؟ في مدينه السلام. كان مشرفني. ماشي. وكان وعدني بالزياره في مكتبي. طبعا. ويقول لي فين الارض دي وانا انزل معاه على الطبيعه واعدك. بكره الصبح. لن ادخر جهد في ان انا اخلص هذا الموضوع. اشكرك. خلاص بكره الصبح ان شاء الله سياده الوزير هيجي لسيادتك بقى الصبح ان شاء الله باذن الله. لا مش بكره الصبح، بكره الصبح انا موجود في اجتماع. انا هكلم المكتب. خلاص. لو جالي بعد الدور انا فتحت امره وبيخليها يوم الخميس الصبح. ان شاء الله. الاربع اجتماع مجلس وزراء. ان شاء الله. شاكرين جدا سياده الوزير اهتمامك ودعمك، شكرا جزيلا. طيب معايا سياده اللواء سيف الاسلام عبالي نائب محافظ القاهره. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. يا سيف بيه. سيادة اللواء. الو. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا والله.
الله يكرمك. دلوقتي يعني عايزين نسأل سيادتك، الفنان محمد صبحي بيتساءل، الأرض اللي كانت مخصصة لمشروع العشوائيات في مدينة السلام وتم تسليمها ليهم وتم تدشين الحجر الأساس بحضور الوزير المحافظ السابق عبد القوي خليفة، تم إيقاف المشروع، على أي أساس فعلا تم إيقاف تسليمهم الأرض؟ وحضرتك أنا حضرت مقاطع من الوزير الأساس، كنت ضمن الحاضرين مع السيد المحافظ، بس هو أنا مش متابعها لأن هي تبع المنطقة الشرقية، بس أنا حسب معلوماتي اللي اتعملت بيها مذكرة واتعرضت على مجلس الوزراء ولم يرد الرد حتى الآن. بس وانا مش متابعها لان هي اصلا طبعا الشرعيه ولا ماسكه المنطقه الغربيه. ممكن انا اصحح طيب، هو بس الاستاذ نيال سلام نائب رئيس مجلس الامم عايز يصلح المعلومه لسيادتك، اتفضل. صلح المعلومه لحضرتك. احنا طبعا كان لازم بعد ما اللي احنا شايفينه على الشاشه حصل وحطينا حجر الاساس، كان لازم يتم اعتماد التخصيص للارض من المجلس المحلي طبعا عشان ما فيش مجالس محليه موجوده، فكان البديل او الجهة الوحيدة اللي ممكن تدينا الاعتماد ده مجلس الوزراء. وفي الوقت ده طبعا كان في توقعات بتغيير الوزاري اللي حصل مؤخرا، ورغم ذلك انا رحت قابلت الدكتور كمال الجنزوري ويوم جمعة، وكان موجودة الدكتورة فايزة بنجا والدكتور ممتاز السعيد ومجموعة كبيرة، والدكتور كمال الجنزوري قال لي انه يعني مش قادر يعتمد لان ممكن ما يكونش في اجتماع لمجلس الوزراء. فقلت له طيب لو حصل ان هيحصل اجتماع لمجلس الوزراء، قال لي يتم الاعتماد، فقال لي هيتم الاعتماد، وحصل فعلا ان اتمد عمر الوزاره وحصل الاجتماع ودخل الموضوع وتم اعتماد التخصيص بتاع الارض على اساس انها هتتسلم لينا، انما بعد عرضها على المستشار القانوني. المستشار القانوني بقى هنا جت بقى العراقيل اللي احنا يعني انا مش قادر اتخيلها، ان ازاي ممكن الارض تتسلم على مراحل. احنا داخلين بنبني مدينه 3000 وحده بنعمل فيها كل المنافع والطرق والصرف الصحي، والقصه دي كلها ازاي نعملها مرحليه وهي كل قصه 3000؟ دي اصغر مدينه ممكن احنا نعملها. يعني انا بقول لحضرتك باختصار احنا واقفين هنا النهارده، العراقيل اللي اتحطت دي مش مخليانا نقدر نحط ايدينا على الارض، واحنا جاهزين من بكره للحفر والشغل، وفي جهات كتير جدا منتظره ان احنا نبدا علشان ممكن يمولوا مدينه بالكامل. سياده اللواء، رد سيادتك ايه يا فندم؟ انا مع حضرتك، هو انا حضرت فعلا حفل الدعوه زي ما قلت لسيادتك، انا حضرت حفل وضع المحضر الاحساسي. ايوه. كان اخر حاجه في الاجتماع التنفيذي اللي انا ناقشنا فيها بنعمل مذكره عشان الموضوع التخصيص، عشان ما فيش مجلس شعبي لحد موجود ولازم فيها المال العام بيدار بطريقه معينه. ايوه. فالمتابعه بعد كده مفيش، ما دخلهاش الوضع دي ما اتعرضتش علينا في المجلس التنفيذي في المحافظه حتى الان. المعوقات دي انا ما اعرفش عنها حاجه لان مش ماسك المنطقه دي، انا ماسك المنطقه الغربيه. شكرا جزيلا سياده اللواء. يعني اشعر ان ايش صحيح؟ يعني تعليق استاذ عمرو، يعني احنا بنتصرف دلوقتي زي ما كنا بنتصرف قبل كده. احنا بنقعد ندور. جزر منعزله. احنا بنقعد ندور. انا مش مطلوب مني ادور. انا اسف، انا في مجتمع تاني هيتقال لي متشكرين، هيتقال لنا متشكرين على اللي انتوا بتعملوه، انت مش واخد بالك. يا استاذ عمرو، انا سافرت كل سفرياتي، الاستاذ نيازي عارف والاستاذ ايمن عارف، سافرت كل سفرياتي علشان اقابل الجاليات المصريه على نفقتي، ولك ان تعلم تذاكر الطياره يعني ايه لامريكا ل 14 ولايه ولاوروبا في لندن وفي المانيا وفي فرنسا وفي ايطاليا، ها؟ وعلى حسابي وعايش على حسابي، ها؟ ده مبلغ. الوقت اللي انا بديه وقت ايمان انا بديه، بس هو ده فلوس. احنا المشاريب بنشربها على حساب استاذ نيازي. حتى في اجتماعاتنا المشاريب ما بنصرفش يعني احنا حريصين على الفلوس بتاع ليه؟ الناس دي وثقت فيك، قالت لك انا بتبرع دلوقتي لو ب 100 دولار بعد ما اشوف بعيني اول معول او فحت زي ما بيقولوا في الارض، هتبص تلاقينا بنبرع بالاف. فليه نحبط؟ انا مش متخيل يعني ايه روتين، يعني ايه مستشار قانوني يحط عراقيل يقول لك ايه الارض ال 60 فدان دول هتاخدهم حته حته عشان جديه العمل. جديه عمل ايه؟ انا المتفضل، انا اللي متفضل، لانك انت مش هتعرف تحل مشكله العشوائيات. انت كمستشار قانوني مش هتقدر تحل مشكله العشوائيات، انما احنا نقدر نحلها. نحلها لان احنا حاسين بالاهالينا اللي فيها، حاسين ان هم طول ما هم موجودين بهذا الشكل يا استاذ عمرو احنا اللي بنتعذب مش هم بس.
انا مش شايف يعني ايه هفضل اكلم محافظه واكلم رئاسه وزراء ولا اكلم الوزير واكلم بتاع. لا احنا مش بنعمل مشروع خاص. ده انا لو بعمل مشروع خاص عشان اعمل مدينه زي مدينتي ولا بتاع استثمار انا مش هتعب كده برضو، يعني مش هلف كده. فلا يصح، لا يصح ابدا ان تحت اي شعار زي ما قال معالي الوزير احمد زكي، قال لك تعالى لي فورا. اوكي كويس هنيجي، بس انا ما اتكلمش عننا، احنا نفسنا طويل، بس في غيرنا ممكن يعملوا في المشروع ده مدينة واثنين وثلاثة ونبقى عشرة ونبقى عشرين، نخلص هذه الوصمة. كرام بنتكلم عن الكرامة، هي كرامة مصر في دول، في الناس دي تعيش، الناس دي بتشرب من المراحيض، بتشرب من المراحيض وانت شفت بنفسك ده وصورته. ما ينفعش بقى نروح نلزق ده شويه كهرباء ونعمل له خط كهرباء هنا ودوت نعمل له بير حنفيه ميه حنفيه ميه. اتفضل اتفضل عمر بعد اذنك. يعني انا عايز اقول الثلاث اتفضل عشان اسال السيد رئيس هيئه مستشاري مجلس الوزراء الرد اللي رده بثلاث حاجات. تسليم الارض على مراحل لتنفيذ عمليه البناء وفق برنامج زمني محدد. ده نمره واحد ما ينفعش. ليه؟ لازم نوضح ندخل نشتغل في المشروع بالكامل. لان في مرافق وفي حاجات خدمات عامه لكل ومش لكل بس المباني هتتبني، في 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 انديه وفي مدارس وفي مستشفيات هتتبني. اقول لك على حاجه معلش يا استاذ، اقول لك على حاجه، هناك مشكله ايضا في هذه الارض بعد ما استلمناها في هذا الاحتفال، اتقال ان في هيستقطعوا منها 15 فدان عشان نادي رياضي فجاه. فاحنا بنسقع عرض ولا بنعمل ايه؟ يعني بصراحه حتى المحافظ انا قلت له الكلام ده، قلت له سمع ان اتسمع ان في 15 فدان هيستقطعوا علشان يتعمل نادي ولا يتعمل حاجه، هل مفيش الكلام الفارغ ده؟ ال 67 فدان خلاص خصصوا عشان اكتر من منطقه عشوائيه ننقلهم فيها. اتفضل. ثاني حاجه تشكيل، خد بقى من مواضيع اللجان دي بقى، تشكيل لجنه رباعيه تضم وزيري الاسكان وشؤون البيئه والمحافظ او محافظ المحافظه المعنيه يعني والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيه لاستقطاب الجهود المجتمعيه جمعيات ومؤسسات وافراد للمساهمه في حل مشكله العشوائيات سواء ببناء وحدات سكنيه لنقل سكان العشوائيات بالمناطق ذات الخطوره الداهمه. يعني لا كده ياخدوا الفلوس وبعدين عرض، لا كده يروحوا البنك المركزي ويسحبوا فلوس المؤسسه ويعملوا الفكر اللي هم بيتكلموا عليه. وعرض قيمه مقابل حق الانتفاع على اللجنه الماليه بوزاره الماليه بموافاه اللجنه الرباعيه المشار اليها بما تقرر. طبعا انا اسف يا استاذ نيازي، انت تدفع ليه حق انتفاع؟ يعني انا وانت بتعمل مشروع سياحي وانا بعمل مشروع سياحي او بعمل مشروع خاص يا استاذ. يعني الحقيقه انا فعلا انا مندهش، يعني انا مندهش ان حكومه الدكتور هشام قنديل تتكلم بالمنطق ده. انا مش متخيل ان في حكومه يعني عايزه تعالج مشاكل الفقراء في مصر تعمل وتخلق البيروقراطيه دي انها تمنع ان احنا نعيش السكان العشوائيات في منطقه نظيفه. انا يعني انا مندهش جدا الحقيقه، وانا يعني بناشد الدكتور هشام قنديل انه يتدخل رئيس الوزراء. ما ينفعش يا دكتور هشام في مصر الثوره وفي حكومه جديده ان يكون دي اول حاجه تتعمل من الحكومه انها توقف مشروع العشوائيات. ما اعتقدش ده شيء مقبول ولا حضرتك تقبله كمان. استاذ ايمن انا عايز اعرف دلوقتي يعني معلش انا كمان سخنان معاكم لان انا الحقيقه يعني كلنا في الهم واحد. الحقيقه انا اللي انا عايز افهمه من حضرتك دلوقتي عشان برضو الناس تستوعب، هل المحافظه طلبت منكم اي اجراء تعديلات معينه في المشروع؟ يعني ايه الاسباب اللي خلت محافظه القاهره بعد ما المحافظ مصورينه بيتصور مع استاذ صبحي واللي بيدشن وبيعمل يتم ايقاف المشروع؟ لو سمحت لي يا عمرو، انا الحقيقه شايف انه اللي بيحصل النهارده ده حاجة أنا سعيد إنها بتحصل، لأنه طول ما إحنا عندنا الجهاز الإداري اللي موجود ده وطول ما إحنا عندنا يعني محافظ القاهرة بذل جهد غير عادي علشان يخصص لنا الأرض دي. كذا حد من المسؤولين بذلوا رئاسة الوزراء عملوا اجتماع استثنائي علشان يطلعوا القرار بإن إحنا نستلم الأرض ده. لكن هي احنا عندنا مشكلة غير عادية في مصر، انه اعلى القيادات بتوافق على حاجات وبعدين بعد كده ما يبقاش في قدرة على تنفيذها. دي مشكلة حقيقية ومشكلة لازم نتعامل معها. فاحنا النهاردة الوضع اللي احنا فيه زي ما استاذ صبحي قال،
احنا عندنا قدره ان احنا نيجي نقعد معاك ونشرح مشكلتنا. تخيل بقى الناس اللي عايزه تشتغل في العمل المدني وتساعد البلد دي اللي ما عندهاش القدره انها تبقى هنا، هيحصل لها ايه؟ دول هينتهوا. يعني احنا الحقيقه بعد الثوره كلنا كنا يعني في منتهى التفاؤل والسعاده ان احنا قدرنا من ساعه ما استاذ صبحي اعلن عن المبادره وتلمينا كلنا واتفقنا عليها ان احنا نؤسس مؤسسه بتعمل في العمل الخيري ويكون عندها تصريح انها تجمع التبرعات في اقل من سنه. احنا عارفين انه قبل الثوره الكلام ده كان ممكن ياخد سنين عشان نقدر نوصل، فقلنا يا سلام الدنيا ابتدت تتحل اهي. تخصص لنا الارض. المحافظ بنفسه الدكتور عبد القوي كان بيتابع الموضوع ده، وهو بيتابع الموضوع لغايه النهارده، يعني لغايه النهارده بنتصل بيه وبيتدخل وبيحاول. محترم جدا الحقيقه. لكن النهارده في الجهاز التنفيذي، فاحنا دايما كنا بنيجي نقول مصر فيها مشكله اداره، يعني ايه فيها مشكله اداره؟ فيها مشكله اداره يعني انا مش عارف انفذ. الحقيقه ده مش عندنا بس، انا امبارح ولا اول امبارح قريت في الجورنان خبر مفجع. رئيس الجمهوريه زار مستشفى وامر رئيس الجمهوريه وامر انه شخص يتعالج. عبال ما البيروقراطيه خدت يعني طريقها الراجل مات. ده مش مختلف عننا. احنا بنشتغل في مناطق في العشوائيات، وقلنا ان احنا المناطق اللي احنا هنشتغل فيها مناطق شديده الخطر. يعني كل يوم احنا بنتاخر فيه في بناء المدينه دي انه في ناس حياتهم معرضه للخطر. طيب انا النهارده اللي انا بقوله بمنتهى البساطه، زي ما احنا عملنا ثوره احنا محتاجين ثوره للجهاز الاداري. لو ما حصلش ثوره في الجهاز الاداري اللي في الدوله، وابتدى الموظف اللي بيجيله او الاستاذ اللي بيجيله الكلام ده يبقى عنده احساس بالمسؤوليه انه تعطيله للمشروع ده رغم انه مديرينه والمحافظ والقيادات العاليه في الدوله بتقول له الموضوع ده لازم يتم، انه بيعطله ان هو بيقتل ناس. دي حقيقه الوضع. احنا النهارده بنحط ناس عشان يموتوا في وضع احنا بنجري ونعمل الكلام ده. النهارده انا عندي الفرصه ان انا اجي اتكلم معاك هنا ونتكلم مع المحافظ ونروح نقابل سياده الوزير. المفروض ان احنا في اي بلد تانية المجتمع المدني نشجعه. يعني النهارده الدوله بتقول انا ما عنديش فلوس ان انا اعمل الكلام ده، واحنا الحقيقه لا يعني لا انا بفكر يعني شو هو معالي الوزير احمد زكي قال لك ايه؟ قال لك احنا ما معناش فلوس. ايوه عايزين ده كويس، بس انا معترض على كلمه تسليم الارض. هو يمكنونا من الشغل تسليم ارض واحنا هناخدها في جيبنا، ومعترض على مساله انه يقول لك حق انتفاع المتر بجنيه، احنا بندفعه من فلوس المتبرعين، امال الدوله هتعمل ايه؟ ده الدوله لازم تسلم الارض، تدي ارض وتعمل الخدمات لغايه حدود الارض، هي اللي تعمل الاسفلت وتعمل التشجير، هي اللي تعمل الصرف الصحي، وهي اللي تعمل الكهرباء. تصور يعني متفقين مع الناس من تشيكوسلوفاكيا عشان تعمل اول نظام طاقه شمسيه في العشوائيات. يعني كمان بنشيل على الدوله. هل ده بيديك شعور ان الوزاره الجديده وزاره الدكتور هشام قنديل ضد العداله الاجتماعيه؟ لا 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 مش عايز اقول كده. انا يعني فنون بيروقراطيه. لا احنا لسه يعني ما اقدرش احكم على وزاره معلقه خطانا. كل ما حد يجي في منصب نقول ايه ده فات اسبوعين ما عملش حاجه. انا بتكلم على البيروقراطيه اللي موجوده في دمنا في جيناتنا. يعني ده وارد لما اقول انا عايز اعمل مشروع لبلدي انا ملكي. بس احنا محتاجين قرارات ثوريه كمان يا استاذ محمد. أيوة يعني ما انا بقول هعمل مشروع ملك انا ومشروع بس ملكي. لا ده انا بقول احنا بنحل مشكله حيويه والله. لا يمكن تمارس ديمقراطيه ولا يمكن تعمل تنميه اقتصاديه ولا يمكن تحسن في التعليم ما دام عندك 25 مليون مواطن خارج الحياه. استحاله. وهي دي رسالتي للرئيس الدكتور محمد مرسي، استحاله. وهو ده اللي انا قلته السائق والعربه. طيب السائق عليه حدد لنا مسار صح. انا اقول لك بصراحه لا، ده انا عايز اخد شكر. احنا كمؤسسه ناخد شكر كويس قوي، ناخد شكر على اللي احنا بنعمله والمجهود اللي بنعمله، وهنجمع المليار. يتقال ميرسي ومتشكرين. عشان تفتقدوا اي اجور نظير هذا العمل؟ طبعا انا اجور يعني انا خليني انا اتكلم على الحته دي. الحمد لله رب العالمين. لا اصل ده مثبت كله. لا مثبت بكشوفات في البنك المركزي، ده مفيهوش هزار. زي ما الاستاذ صبحي قال الراجل سافر سفريات قد ايه؟
ومش عايز اقول يعني، وانت كمان سافرت، وحنان ترك سافر، مصطفى حسني سافر، كل الناس دي مسافره على حسابها، كل الناس دي ادت وقت وادت مجهود وادت فلوس عشان نقف في الموقف ده. انا عايز اخد المبادره الاخرى اللي قالها الاستاذ صبحي النهارده، علشان هي دي الرساله اللي عايزين نوصلها. طب قبل الرساله اطمن منك، الفلوس اللي تم جمعها 90 مليون جنيه دولت، هل بيتم الانفاق منهم على اي حاجه ولا دولت التبرعات كما هي؟ انا برضه هو الكشوفات اللي موجوده في البنك المركزي تقدر تمسك الكشف تقول ايه عمرو ليس اتبرع ب 5 جنيه، ده في اطفال اتبرعوا ب 5 جنيه و10 جنيه مكتوب اسمائهم. الفلوس دي زادت، انا عايز اقول الفلوس دي زادت لان الحمد لله رب العالمين احنا معانا يعني عقول محترمه جدا في الاستثمار، فاحنا بنستثمر المبلغ ده الى ان يعني ياتي الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى ونقدر نشتغل. الفلوس زادت عن التبرعات اللي جت بالفعل. الحمد لله رب العالمين. انا بس عايز ارجع تاني للمبادره. انا اعتبر مبادره تانية ان المفروض الدوله اللي تعرض الاراضي، والاراضي مش عايز اقول موجوده بـ 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 بشكل غير عادي، ممكن يعرضوها على الجمعيات او المؤسسات، وفي مؤسسات اخرى مش لازم يعني مش مؤسسه معن بس اللي هتشتغل في العشوائيات. احنا عايزين نحمس ناس كتير. عايزين نحمس مؤسسات تانية. انت عارف يا استاذ عمرو يعني حط شروط جديه انا عايز افضل بصراحه، انا عايز افضل فني كمان يعني. انا اعمل واجب وطني. بس انت يائس. بس انا حولت كمان فني، وكنت متفق مع استاذ نيازي. انا خلاص هم مؤسسه مش اي معرفه، مؤسسه بتشتغل. الاستاذ ايمن يمكن اكتر واحد بيشتغل فيها. صحيح. انما عايز اروح اعمل مسرح واعرضه في اوروبا، واتفقت على اني اعرض مسرح في اوروبا وفي امريكا، واجي للمؤسسه واقول لها ادي نص اراضي تبرع للمشروع كمان، يعني اشتغل فن عشان اتبرع للمشروع. يعني بس انت يجي لك نفس ازاي؟ حاله الاحباط بالاحباط والياس يعني. فقدت الامل يعني ولا لسه عندك امل؟ كنت لسه عايز اقول حاله الاحباط اللي هو فيها دلوقتي، او مش عايز اقول اللي احنا فيها من الوضع ده، كان على النقيض في مرحله من المراحل اللي احنا شغالين فيها. ايوه. الراجل ده قال انا مستعد اسيب فني و اتفرغ للموضوع ده. انت فاكر البرنامج بتاع انا متسجل عندك. ايوه. لما بتقول لي اكتب جمله هنا، قلت لك عشت حياتي راضيا، الان افكر في من هم اشد مني احتياجا. يمكن حاجه انا ما احبش اقولها، بس انا هقولها لان هستغل علاقتي الشخصيه بفنان الكبير محمد صبحي وهقولها. فنان محمد صبحي الفترة اللي فاتت دي تعرض لأزمة شديدة جدا، أزمة نفسية إنسانية. اسمح لي إن أنا أقول هذا الكلام. زوجته الإنسانة العظيمة شريكة حياته أصيبت بمرض خطير. ما حدش حس خالص بمحمد صبحي وهو بيئن من الألم بجوار زوجته، ما حدش حس بيه وهو بيسافر معاها وبياخدها إلى أمريكا عشان تتعالج من مرض هذا المرض الخبيث اللعين. أيام وليالي محمد صبحي كانت حزينة جدا، مش عايز أقول لكم أنا شخصيا عشت مع لحظات قد ايه كانت مؤلمه، ومع ذلك يعني ترك زوجته بعد ما اجرت جراحه صعبه جدا وما زالت تستكمل علاجها، وجاء لمصر عشان خاطر مشروع العشوائيات. فانا بشوف ان التضحيات اللي قدمها محمد صبحي يعني كفيله انها تحرك الحجر وتخليه يشعر قد ايه ان الناس دي بتتكلم بصدق، ان الناس دي فعلا عايزه تعمل حاجه، الناس دي بتضحي بكل غالي ونفيس في سبيل انها تعمل مشروع، وتشوف بسمه على وجوه حزينه عاشت سنين طويله جدا في حزن والم. انا طبعا بشاركك المك، ويعني انا اسف ان انا قلت هذا الكلام على الهواء، مش من حقي ان اقوله، بس انا حبيت ان الناس كلها محبينك وجمهورك الحبيب يشاركوك وانت تعيش هذا المصاب الجلل، يعني مرض زوجتك العظيمه. انا عارف قد ايه انت تتالم، لكن اتمنى لها الشفاء يا رب، واتمنى ان يعني ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يرفع عنها، وندعي لها كلنا ان ربنا يشفيها ان شاء الله باذن الله. استاذنك يا عمرو، بس انا يعني النقطه اللي انا عايز اسالك عن مشروع بس في المحافظات. طب انتوا النهارده القاهره وقفت، المحافظات اخبارها ايه؟ محافظات احنا علشان نحط اولوياتنا قلنا لازم نبتدي بالقاهره في الاول، والحقيقه نتيجة للجهود اللي تمت من محافظ القاهرة انه اول واحد قدم لنا الارض، فاحنا بسرعة ابتدينا نشتغل على المشروع ده. النقطة المهمة جدا بالنسبة لي عمرو، حط في استراتيجية مصر كيف ننهي او نقضي على العشوائيات في 10 سنين في 15 سنة، هيبقى ده مشروع قومي حقيقي. واحنا عندنا مثال كده يا استاذ صبحي، احنا شفنا في اسكندرية لو جينا بصينا على التقارير هنلاقي انه عدد العشوائيات في اسكندريه في الوقت اللي كان فيه اللواء عبد السلام محجوب قل تماما. ليه؟ لان هو تعامل معاها من فوق لتحت.
لم يسمح للموظفين اللي تحته ان هم يعطلوا مسيرة القضاء على العشوائيات اللي هو قررها. فاحنا دي النقطة الرئيسية اللي عندنا. عايز اقول لازم بس اخيرة، انا بقول لو الدولة مش محتاجة جهدنا الفلوس موجودة في البنك المركزي هتعمل ايه يعني دلوقتي؟ لو ما تحلتش الازمة تاخد الفلوس، تاخد الفلوس تتحمل مسؤولية كل من تبرع ثقة فينا، توري له هي هتعمل ايه. تقول كده خدنا الفلوس وعملنا بيها كذا، وتعزلنا وتدعونا عشان نحضر الافتتاح اللي هي عملته. احنا ملناش هدف غير ان ده يحصل. انا حلم حياتنا كنا بنقول قبل ما نموت يعني يبقى اخر حاجة ممكن نشوفها بعينينا الانجاز ده، ان الاول مرة في تاريخ مصر 50 سنة لاول مرة في تاريخ مصر حد يقتحم مشكلة العشوائيات بجد. صحيح. بدراسة حقيقية. عموما احنا هنتابع مع حضراتكم. سامحونا على الحالة اللي احنا فيها. لا احنا مقدرين. يعني انا برضو عايز اقول حاجة بجوار الجهد والناس اللي سافرت وعملت المجهود ده كله، في اخرين سافروا عشان نستفيد. كلنا محبطين يا استاذ نيازي وكلنا حاسين بالالم، لان احنا ده كان حلم قدامنا. لما نرى النهاردة ان الدولة اللي هي بتدعو للعدالة الاجتماعية والحكومة اللي هي المفروض حكومة الفقراء والمهمشين لا تهتم بهؤلاء المهمشين والفقراء وانها توقف مشروع، طب يعني تفتكر نتفائل ولا نتضايق؟ لا لو الدولة دي كمان بتدعو للمجتمع المدني ان هو يقدم دور اكبر من اللي كان بيقدمه قبل كده. لو احنا النهاردة مجتمع مدني محبط بكل القدرات اللي عندنا، فما بالك بقى بالمجتمع المدني الصغير. طيب ده هيحصل له ايه؟ سؤال اخير قبل ما اختم، وانت دائما يعني عاده بنتكلم معاك في موضوعات اخرى. اولا انت مش شايف يعني الفنانين اخبارهم ايه مع الرئيس الجديد؟ هل انت قلق من وجود رئيس على خلفيه اسلاميه؟ عدم لقائكم بالرئيس حتى الان هل ده يمثل حاجه معينه؟ انا عايز اقول لك حاجه. انا كمواطن الهجمه على الفنانات و انا كمواطن خدت عهد على نفسي انسى هويتك ايه غير المصريه. انا اتعامل مع الدكتور محمد مرسي كمصري يحب مصر وبيعشق مصر، هيديها على قد ما بيعشقها، انا متاكد من ده واتعامل معاه على ده. انا ضد كلمه اخوان وسلفي وصوفي وليبرالي واشتراكي ما بلاش. ما تعالوا بس ناخد هدنه سنه كده، بلاش نلوك هذه الجمله، بلاش نلوكها. اليساريين عندما يحكمون مصر لن يقبلوا رجل اخواني حتى لو كان كفرا، والليبراليين كذلك. نحن في دايره مغلقه، علينا ان نتقدم بمصر وشكرا. فرصة عبقرية، فرصة نادرة للإخوان، إذا تكلمت على الإخوان ومش مفروض أتكلم كده يعني جماعة الإخوان، فرصة نادرة لكي تثبت أنا نعمل من أجل مصر. أنا مش متخوف، ولما ألاقي حاجة غلط زي ما شفتها غلط ونددت بيها، لو شفت حاجة كويسة هقعد أزغرط وأطبل. ها؟ أنا لا أسمح بأي إساءة لأي رمز لمصر، لا أسمح أن يسب رئيس مصر، وأعتقد أن رئيس مصر لا يسمح أن يسب الفنان أو المثقف. لا أعتقد أننا أصبحنا في عصر نفتح التلفاز والقنوات الفضائية لكي نتتبع داعية إسلامي لكي نشرب منه الدين، فنسمع منه أحط السباب لفنانات وفنانين مصر. أعتقد أن رئيس مصر بما أننا لا نقبل أن يسب أو يهان، أعتقد أنه لا يقبل أن يسب أو يهان الفنان. بالمناسبة أحترم هذا الرجل لأن أنا عملت مداخلة بعد الخطاب الأول له في التحرير، وقلت أن الرئيس قال في خطابه أرسل رسائل لكل طوائف مصر وحيا كل طوائف مصر، وسمعته بأذني يقول أرجو ألا أكون قد نسيت أحدا. أقول لك أيها الرئيس أنك نسيت أعظم ما في هذا المجتمع، مثقفين ومفكرين وأدباء وفنانين. أرجو وأنا أصدقك أنك نسيت، أرجو أن تصحح هذا في خطابك القادم. ولم أتصور انه في الخطاب الثاني في اول جملة في خطابه
أقول أني أعتذر أنني نسيت المثقفين والفنانين والأدباء، هم عماد هذا الوطن. هذا الرجل شجاع، وهذا الرجل الذي يعتذر ده يكبر في نظر المصريين ويكبر في نظري كفنان وكمواطن. بس هل سمع أو رأى الشتائم والألفاظ السفلة التي لا يعاقب عليها القانون؟ لا، يعاقب عليها رئيس الدولة من وصل إلى هذا المستوى. أنا آسف، أنا جرحت لما لاقي داعية إسلامية يقول يا فخامة الرئيس هؤلاء صراصير، اسحقهم بحذائك الشريف، إنهم حثالة من الصراصير في مخور وفي مجاري. وأكثر من كده مش عايز أقول. وهناك آخر داعية عظيم يقول على ممثلات مصر أنهم زانيات. نحن غضبنا من شعب عربي شقيق عندما قال أن نساء مصر ضاعرات وعاهرات. فهل هذه الموجة الجديدة الذين يفسدون صورة الإسلام ويفسدون صورة الإخوان المسلمين الذين نحترمهم؟ أنا أعتقد أن رسالتي للرئيس إذا احترم هو كرأس الدولة الفن، أعتقد أن هناك أصوات تافهة ستصمت. لا أقول أن الفن بخير، لا أقول أننا كلنا ملائكة، هناك أخطاء في الفن أيضا زي أي مؤسسة تانية، وهناك رسائل في الفن خاطئة ونحن ضدها، ولكن لا تجرم، لا تجرم ولا تحرم. في فنانات زميلات، أنا مش عايز أكرر لأن ده بنشر هذه الإهانة، بس أنا أعتقد أن الرئيس بما أنه طلب أن يقابل الفنانين فأنا بقول أن هذا هو التكريم من رئيس دولة لقطاع كبير مهم في الدولة. متى يلتقي الرئيس بالفنانين؟ أنت بتقولي خبر دلوقتي يوم الخميس القادم. الخميس القادم الرئيس يلتقي بالفنانين؟ أي. طب ده خبر كويس عظيم. أولا أنا بشكر جدا حضراتكم. بشكرك، بس أنت عندك اجتماع القادم للمؤسسة. بس اسمعي العشوائية. أتمنى والله إن احنا يعني أشكر فنانا الكبير محمد صبحي، لأن الحقيقة أنتم ما تعرفوش هو بيعمل قد إيه مجهود عشان خاطر مشروع العشوائيات. طبعا الرجل الخير المحترم اللي بنتعلم منه كتير أستاذ زين سلام رئيس بنك الطعام، وصديقي العزيز أيمن إسماعيل متحمل مسؤولية العمل التنفيذي. الدينامو بتاعنا، اتمنى ان يكون هناك حل ان شاء الله. واشكركم جدا، اتمنى ان تكون الجلسه القادمه وقد بداتم وبدانا في تدشين اول منطقه سكنيه في سنة صور. واتمنى ان حاله الياس التي اصابتكم واصابتني تزول وتنتهي. شكرا، شكرا جزيلا لحضراتكم، صباح الخير.